لم يكتفي مسلح داعش بترهيب سكان الموصل، ولكنهم خرقوا كل القواعد الإنسانية بقطع إمدادات المؤن الغذائية عن المحاصرين، واستمرت معاناتهم أشهرا حتى استطاعت القوات العراقية بسط سيطرتها على مناطق في الجانب الغربي وتقديم المساعدات الغذائية لهم. شهور وشهور ظل عراقي الموصل تحت حصار تنظيم داعش الإرهابي، فلم يكن مصير الحرب المستعرة هناك يكفي لمصيبتهم، ولكن حصار الغذاء كان مصيرهم أيضا. فلم يكتفي الدواعش بإرهابهم لسكان الموصل، ولكنهم واصلوا خرق كل قواعد الإنسانية بقطع كل الإمدادات عن المحاصرين هناك. قبل 4 أشهر 5 أشهر انقطعت علينا الإمدادات المواد الغذائية، وظلينا بلا اكل وبلا شرب، مساعدات ما تجينا، طرق مسدوده. اخواننا احنا عمر 4 أشهر الى عمر 6 سنين يريد لوكل، انت ما عندك اكل طيب، منين تجيب لوكل؟ انت ترجع على مخازن الدواعش مليانه مواد غذائيه، حليب، اشكال والوان ما عندهم. الاباء والامهات هناك لم يجدوا ابسط المواد الغذائيه لتقديمها لاطفالهم لما يزيد عن 4 أشهر، الى ان استطاعت القوات العراقيه بسط سيطرتها على الحي الغربي في الموصل، ليجد هؤلاء المواطنين الامل والعزاء في كشف تلك الغمه التي المت بهم جراء الافعال الوحشيه التي يرتكبها ارهابي داعش في العراق. توزيع المؤن الغذائية كان أبسط ما يقدم لهؤلاء الضحايا كتعويض لكل هذه الفترة الكبيرة التي قضوها دون مساعدات. محاصرين تقريبا فوق 6 أشهر زيادة بهذا الجانب، جمعنا يمكن 4 مرات نشتري مواد، وآخر شيء خلصت وشلت كل شيء ما ظل عندنا. حال هذه الطفلة لا يختلف كثيرا عن حال كل العراقيين، فهي تتساءل: هل سأبقى هكذا أبحث عن مساعدات غذائية؟ ومتى سأستيقظ يوما في عراق خال من الإرهاب والدمار وأصوات الرصاص والقذائف؟